اليوم راح أشرح لكم كيف تحمل جميع كتب المكتبة الإسكندرية من موقع درس وكتاب. الموضوع سهل كتير، ما بده صعوبة. الملف هو عبارة عن ملف تورنت. اللي ما بيعرف يحمل من التورنت راح أحكي لهم كيف بسرعة، الموضوع سهل كتير. لتحمل من التورنت لازم تكون عندك برنامج خاص للتحميل. في أكثر من برنامج، في يو تورنت، في أنا بفضل بيت تورنت. بتحمله من موقع بيت تورنت، هو مجاني، بتحمله فري، والموضوع سهل جدا كأي برنامج تاني. نرجع على موقع درس وكتاب، تحميل مكتبة الإسكندرية من هنا، نحدد بأي ملف بدنا نحمله، تم التحميل، نفك ضغطه. كان ضغطه راح يطلع لنا ملف تكست، نفتح ملف التكست، نعمل نسخ للتورنت، كوبي، نحطه بالمتصفح، ننسخه بالمتصفح، راح يطلع لنا هذا الموقع، هو موقع إعلانات. راح نستنى 5 ثواني لانتهاء الإعلان. انتهينا الإعلان. هلا بطلع لنا وين نحمل ملف تورنت. ايوه، تحميل على الديسكتوب. اول شيء ننزل اكس جميعها كتب، فك ضغطه، ايوه ملف التورنت، نفتحه عادي ما في اي مشكلة. شوي عندي جهاز اليوم مرغوب. ايوه راح بفتح عنا الملف التورنت، عبارة عن هذا. بإمكانك تحدد اي كتب انت بدك اياها، تختار واي لغة واي تخصص الحاب تنزله. مش لازم تحمل كل الملف، مش لازم تحمل 117 جيجا، يعني الحاب تاخذه بإمكانك تاخذه من المكتب. بنحط، انا راح اختار كل المكتبة، تحمل كل المكتبة من هون، اختار اوكي. راح يتحمل في سي يوزر لنوفو داونلود. حيو الملف تورنت، عم يتحمل. هاي سرعة الداونلود، شوي شوي عم ترفع حسب سرعة النت اللي عندك اياها. هيك المكتب راح تضمن المكتبة كاملة عندك وشغالة 100%. تابعنا دائما على موقع درس وكتاب.